السلام عليكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، وأنا حاضر جديد من دروس الرياضيات والفئة المستهدفة تلامذة المستوى السادس، ومع درس المكعب ومتوازي المستطيلات الحجم. وخلال هذا الدرس سنتعرف على كيفية حساب حجم المكعب وحجم متوازي المستطيلات. إذن هذا نموذج لمكعب، وهذا عبارة عن متوازي مستطيلات. إذن تلاحظون أن المكعب أوجهه جميعها على شكل مربعات، في حين أن متوازي المستطيلات فأوجهه على شكل مربعات ومستطيل. نتعرف على بعض عناصر هذه المجسمات. إذن هذا يسمى حرف، وهذا حرف، وهذا حرف، إلى غير ذلك. بالنسبة لمتوازي المستطيلات، هذا يسمى طول، وهذا عرض، وهذا ارتفاع. الآن ندخل صلب الموضوع. بالنسبة لحجم المكعب، إذن نحسبه على الطريقة التالية: حجم المكعب هو الحرف في الحرف في الحرف. فمثلا مكعب طول حرفه 3 سنتيمتر، إذن حجم المكعب هو 3 في 3 في 3. ننتقل إلى متوازي المستطيلات، إذن نحسب الحجم بالطريقة التالية: الطول في العرض في الارتفاع. مثلا لو كان الطول 6 سنتيمتر والعرض 3 سنتيمتر والارتفاع 5 سنتيمتر، إذن فحجم متوازي المستطيلات هو الطول في العرض في الارتفاع، يعني 6 في 3 في 5 تساوي 90 متر مكعب. وهكذا نصل إلى نهاية الدرس. شكرا على حسن المتابعة.